رقم 2 محمد التوزي، رقم 3 سالم العيدي، رقم 5 رقم 33 رئيس الفريق بافيل نيخايتشيك، رقم ضربة وبعد اللعب. كان يهاجم دينيس لافتيف الآن في منطقة الجزاء، الكرة خطيرة خطيرة والضربة ولكن على اليسار من المرمى، ويصل هذا اللاعب رقم 23 في صيف عام 2018، ولكن الآن هجوم الجزيرة في منطقة الجزاء، الضربة ولكن يسدد الحارس البيلاروسي فريق باتيا من مدينة بوريسوف، وتحقق من لقبين مهمين جدا. ولنا هجوم دينيس لافتيف إلى الأمام وجول جول، يتقدم بصورة ويخرج الهدف رقم 51 دينيس لافتيف، هجوم وهذا هو أول هدف لسيد لافتيف في فريق دينامو بريست. كان يتقدم بصورة 1-1 إلى الحارس وجه لوجه، وطبعا نجح في هذا الهجوم، والتمريرة التي تنتج في الهدف كانت من رقم 10 ميليفسكي. يضرب ويسدد الحارس الضربة، ضربة قوية ولكن ناجحة الحارس، وحسب المشجعين هو أفضل اللاعب للموسم السابق لموسم عامين 17-18. ولكن الآن الهجوم من اليمين، ضربة وجول مرة أخرى، سلسلة من التمريرات جيدة جدا، وفشل الحارس من تسديد هذه الكرة. الهدف من بافيل نيخايتشيك والتمريرة من رقم 23 من أيمدن جيبودو. وطبعا يعني كان يحرز هذا الهدف فريق دينامو بريست هو معلق وهجوم الإماراتي 1-1 وضربة، ولكن انزلاق اللاعب البيلاروسي الإماراتي الكرة، والآن أوت على دينامو بريست. ونيخايتشيك خطيرة فرصة جيدة، دينيس ميليفسكي ضربة ولكن إلى اليسار من المرمى، وكذلك القناة الرسمية لدينامو بريست في موقع يوتيوب له أكثر من مليون مشاهدة سنويا. والآن الهجوم إلى الأمام في ضربة الجزاء والضربة من اليمين، سوف يتم بناؤه بمساعدة الشركات الإماراتية. والآن الهجوم من رقم 13 وضربة، ولكن مرة أخرى رقم 35 الحارس البيلاروسي، ولكن الآن الهجوم وكرة خطيرة وضربة، ولكن انتزع الدفاع الإماراتي هذه الكرة، ضربة أخرى يسدد الحارس الإماراتي هذه الكرة، والضربة خطيرة جدا، ولكن يصد مرة. مجلات النشاط دينامو بريست هو الألعاب الإلكترونية أو إي سبورتس، وفي في النادي هنالك القسم إي سبورتس إف سي دي دي إي سبورتس، طلبة من الجزيرة. ومرة أخرى يستمر الجزيرة الهجوم على اليمين ودخل منطقة المرمى، التمرير او الضربه للمرمى ولكن ليس قوية، والدفاع البيلاروسي الدفاع دينامو بريست، والهجوم الاخر في هذه المره من اليمين في منطقه الجزاء، الكره الضربه ولكن ضربت الكره العارضه، لعب بشكل عام لدينامو بريست 4-5-1. هجوم بيلاروسي في منطقه الجزاء، ضربه من 15 ولكن فوق المرمى على اليمين،
ويأخذ الحارس البيلاروسي الكرة. ضربة وإلى زاوية اليسار من المرمى. الهدف الإماراتي الأول في هذه المباراة اليوم. واللاعبين الحائط الضربة ضربة ولكن وقفت الكرة بالرأس. الدفاع البيلاروسي يستمر الهجوم. الضربة إلى المرمى ولكن يسدد على حارس دينيسينكو. هو مارسن ليشكو من جمهورية تشيكيا وهو يعمل في الفريق لمدة سنتين. والآن نشهد الهجوم في منطقة الجزاء الإماراتي. التمريرة إلى رقم 7 يحاول الضربة. يعمل اللاعبين ببطء والتمريرة طويلة إلى المهاجم وجه لوجه ولكن عارضة إلى ثلاثة لاعبين الإماراتيين. وانتزع الجناح بريست لاعب البلاتونوف الكرة. تمريرة إلى سافيسكي. الضربة قوية الآن فرصة لإحراز الهدف ولكن يرجع الدفاع الإماراتي الكرة. والآن هجوم مستمر رقم 77 زوبشيك مع الكرة يبحث عن شريكين. والآن رقم 20 ضربة قوية ولكن في الهجوم ضربة قوية ولكن مرة أخرى فوق المرمى. وهذا انتهاء المباراة اليوم. ودينامو بريست البيلاروسي فائز على الجزيرة من أبو ظبي دولة الإمارات العربية المتحدة. يا مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا على اهتمامكم.